وبركة. هنقول النهاردة إن شاء الله 10 علامات تدل على إن بيتك محسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد. كل دي آيات بتدل على إن الحسد موجود في حياتنا. أول علامة معانا بتدل على الحسد، حبايبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو أول مرة بتشوفي قناتي. افتعال المشاكل، أول حاجة معانا افتعال المشاكل، يعني تلاقي مشاكل في البيت كده من غير أي أسباب، بتحصل مشاكل وشد في البيت باستمرار ودوشة، دي أول حاجة. تاني حاجة هنقول الأول 10 علامات وبعد كده نبتدي نشوف على قد ما نقدر طريقة معالجتها. تاني حاجة سيطرة الحزن والاكتئاب، يعني ايه؟ يعني حتى لو انت قاعدة في فرح انت حاسة بحزن وحاسة انك عايزة تقعدي لوحدك، ده نوع من أنواع الاكتئاب، فده برضو علامة بتدل على الحسد. تالت حاجة كثرة الإصابة بالمرض والشكوى، دايما بتشتكي حاسة ان جسمك وجعك، حاسة بالصداع، دايما جسمك مكسر، ده برضو علامة من علامات الحسد. رابع حاجة الشعور والرغبة في النعاس، دائما عايزة تنامي، دايما عايزة تنامي، جسمك وجعك مش قادرة تقومي بالحاجات المطلوبة منك يوميا. طبعا كل ست مننا مطلوب منها حاجات يومية، ما بتقدرش ان هي حتى تاخد نوع من انواع الراحة مثلا من كثرة المسؤولية. خامس حاجة معانا ظهور الروائح الكريهة، تقول انا منظفة البيت، انا مهوية البيت، انا البيت زي الفل. اي حبيبتي انت زي الفل، بس في حسد، في ريحة كريهة، كل اللي بيدخل بيقول ايه الريحة دي، برضو دي بتدل على الحسد. خامس حاجة معانا، لا احنا قلنا خمسة، سادس حاجة معانا تلف الاجهزة او تغيير مكانها، التلفزيون باظ، الغسالة، التلاجة، باستمرار حاجتك بايظة، ايه السبب؟ في حسد. سابع حاجة تشقق جدران المنزل، والعياذ بالله، تبص تلاقي في شقوق تظهر في الحيطة، الشقوق دي من غير أي سبب، مفيش حاجة، برضو دي نوع من أنواع الحسد. تامن حاجة يا حبايبي معانا انتشار الحشرات الزاحفة، دي بقى بتبقى غير طبيعية. غير طبيعية يعني ايه؟ يعني ما بينفعش معاها رش، اي نوع استخدمتيه ما بينفعش، زي النمل والصراصير. والله في واحدة كانت بتشتكي من الدود. تاسع حاجة احتراق المصابيح، تبص تلاقي اللمض بتتحرق كلها مع بعضيها بتاعت الشقة. يا ربي انا لسه جايبة اللمبة امبارح، لمبة الأوضة التانية اتحرقت، برضو ده نوع من أنواع الحسد. العاشر حاجة برضو من علامات الحسد اللي هي كثرة الإنفاق المال، كثرة إنفاق المال وإذهاب الفلوس في حاجات أمور غير مفيدة، يعني تلاقي نفسك بتصرفي فلوسك بس الحاجات مش عارفة في ايه، بمعنى اصح بالبلدي بنقول ايه، مفيش بركة، الفلوس بتطير. ده برضو 10 علامات كده من علامات الحسد. طب اعمل ايه؟ باستمرار القرآن يكون في بيتك، مشغلة القرآن على طول، وخصوصا سورة البقرة، لو شغلتيها 3 ايام بتطرد الشيطان والعياذ بالله. دايما تستعيذي من الشيطان، تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان تحطي ملح في اركان البيت بيعكس الطاقة السلبية، صدقيني حبيبتي بيخلي المشاكل تهدى شوية والامور تهدى، الملح اللي هو الخشن الرشيدي. دايما الدعاء، اوصيكم ونفسي بالفروض،
ما ننساش أوقات الصلاة والفروض والدعاء لله والبعد عن المعاصي، ما نشغلش أغاني، ما نشغلش موسيقى في البيت، كل ده بيبعد الشيطان من البيت. ومن شر حاسد إذا حسد. ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة لو أول مرة بتشوفيني، يا رب أكون قدرت أفيدكم يا حبايبي، وابعد عننا الحسد يا رب، ومن شر حاسد إذا حسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوف وشكم بخير. ولو عجبكم النوعية دي من الفيديوهات يا حبايبي يا ريت تقولولي في الكومنتات، أنا بسعد جدا بكومنتاتكم. السلام عليكم.